المقطع الثاني، أجد الكلمات لأصف كيف هي الحوت والسمكة. السمكة صغيرة جدا والحوت كبير جدا. أقول الجملة الصحيحة: الأصدقاء الثلاثة يلعبون في البحر، الغميضة، السمكة. الأصدقاء الثلاثة يلعبون الغميضة. أقرأ وأفهم. غريات تريد أن تتعلم السباحة. سلحفاتنا للبحر أصبحت أحسن. غدا ستذهب إلى المسبح لتتعرف على معلمها للسباحة. غريات: صباح الخير سيدي، أريد أن أتعلم السباحة. المعلم: إنها سهلة ولكن يجب أن تتبعي القواعد. السلحفات: سأكون حذرة هذه المرة. المعلم: في بضع أسابيع ستسبحين لوحدك، لن تستعملي الجيلي ولن تستعملي اللبوي لكي تسبحي. غريات: سأسبح لوحدي مثل الآخرين. المعلم: طبعا غريات، النجاح هو العمل والصرامة. السباحة، سلحفات، لوندوما هو الغد، معلم السباحة مثل المدرسة، كان أستاذ وكان قسم، كان كراسي وتلاميذ، كذلك السباحة عندها معلم السباحة ويعلم يعلم السباحة. غاغلومو القوانين مثل قوانين الطبيعة. إذن ما هي قواعد النجاح؟ هذا السؤال يسأل عنه الناس بأكملهم لكي أنجح. ما هي القاعدة؟ لابوي لابوي هي العوامة. لابوي هي العوامة. والجيلي هي السترة. وبالنسبة للنجاح هي الحكمة من النص. ما هي الحكمة التي يأخذها الإنسان من هذه القصة؟ هي كيف ينجح الإنسان. كل الناس تتساءل عن النجاح، ما هو سر هذه النجاح في الحياة؟ من خلال هذه القصة التي تروي الحكاية التي دارت بين مسلحفات. السلحفات لا تتكلم ولكنها قصة ليتعظ منها الإنسان. ما هو سر النجاح؟ سر النجاح العمل والصرامة. كاين فكرة نوتر تورتي، سلحفاتنا. عندما يقول سلحفاتنا وكأننا نعرف أغريات. نعم نعرفها. ارجع لكتاب الدروس صفحة 86. نعرفها غريات. غريات هي التي سبحت في البحر وأخذتها مياه البحر بعيدا. هذا نص درناه في صفحة 86. ولهذا قال نوتخ تورتي، وكأننا نعرف هذه السلحفات. وهذا صحيح، نحن نعرف هذه السلحفات.
سيكونس دو المقطع الثاني جو تروف اجد لي مو بور دير الكلمات لكي اقول كومون سون كيف هم لا بالان اي لو بويسون الحوت والسمكه لو بويسون السمكه اي تو بوتي صغيره جدا الحوت كبير جدا لا بالان اي تري غران عكس كبير هو الصغير غروند فيمينا لا غروند لو بوتي ماسكولين مذكر جودي اقول بون ريبونس جواب الصحيح بون ريبونس ريبونس الجواب 3 3 امي اصدقاء جوون يلعبون لا مير البحر اكاش كاش الغميضه بواسون سمكه جولي اقرا كومبرون افهم apprendre يتعلم ناجي يسبح تورتو سلحفاة مار البحر ميو أحسن لندما غد بيسين المسبح رنكونتر يتعرف بروفيسور معلم ناتاسيون السباحة سي فاسيل إنها سهلة ريسبكتي الاحترام ريغلومون القواعد بريدونت حذرا كالك سمان بعض الأسابيع ناجغا ستسبحين نوتيليزغا لن تستعملي ناجي تسبحي غيوسيغا جو غيوسيغا سأنجح ليزوتخ الآخرين بيان سور طبعا لا غيوسيت النجاح ترافاي العمل سيريو الصرامة سيكونس 2 Je trouve les mots pour dire comment sont la baleine et le poisson. Le poisson est tout petit. La baleine est très grand. La baleine est très grande. Je dis la bonne réponse. Les trois amis jouons. La mer à cache-cache, poisson. Les trois amis jouons à cache-cache. Je lis et je comprends. Griette veut apprendre à nager. Notre tortue de mer se sent mieux. Le lendemain, elle va à la piscine. Elle rencontre son professeur de natation. Griette. Bonjour, monsieur. Je veux apprendre à nager. Le professeur, c'est facile, mais il faut respecter le règlement. Griette, je serai prudente cette fois-ci. Le professeur, dans quelques semaines, tu nageras seul. Tu n'utiliseras ni gilet ni bouée pour nager. Griette, je réussirai à nager comme les autres. Le professeur, bien sûr, Griette, la réussite, c'est le travail et le sérieux. 86.